صلى الله عليه وسلم، لما نسترجع كده السيرة العطرة بتاعته صلى الله عليه وسلم عليه ونشوف الصلاة كان بيتعامل والسلام. مع الأطفال إزاي، نلاقيها كلها في قمة الرحمة بالأطفال. لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي بنته السيدة زينب تسيب معاه بنتها اللي هي السيدة أمامة، تمام، السيدة أمامة اللي هي بنت سيدنا النبي صلى الله عليه حفيدته وسلم، يعني عليه حفيدته الصلاة بالظبط، والسلام. تسيبه معاها وتخرج تعمل حاجة. فخرجت اتأخرت شوية، فبدأ الأذان أذن. بعد ما الأذان أذن، الناس مستنية في المسجد إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج علشان يصلي بيهم إمام. يستنوا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجش. طيب وقت الإقامة خلاص قرب، والرسول عليه الصلاة والسلام لسه معاه طفلة صغيرة، بنت صغيرة، مش هينفع يسيبها لوحدها. الناس لقوا الباب، وباب الحجرة كان على المسجد مباشرة ما اللي قاعد شاء فيها الله سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام خارج لهم وبيستعدوا للصلاة، اتفاجئوا إن هو شايل على كتفه حفيدته، حفيدته، بنته شايلها على كتفه تمام. وخارج. طيب فقالوا خلاص هيديها لحد أو هيقعدها في حتة لحد ما يصلي. لقوه توجه للمحراب وهو لسه شايلها. طيب استقيموا، استووا، وبدأت الصفوف تتراص ولسه برضه شايل حفيدته. الله أكبر، وبدأ يكبر تكبيرة الإحرام ولسه شايلها برضه. وصلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وهو شايل والسلام حفيدته وهي على على كتفه، إيده، تمام يجي يركع أو يسجد يضعها على الأرض صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام وبعدين يجي يقوم من الركوع أو السجود يقوم يشيلها شايلها تاني. تاني. حتى العلماء خدوا منها حاجات فقهية كتيرة، من ضمنها إنه كثرة الحركات تبطل الصلاة، بس لما شافوا الحديث ده قالوا كثرة الحركات غير الضرورية تبطل الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتحرك حركات كتير في الصلاة عشان دي، بالظبط عشان كل يحطها شوية على الأرض بيشيل البنت ويرفعها، ويرفعها صحيح. تاني، بس دي حركات ضرورية. إيه اللي خلاها ضرورية؟ علشان البنت ما تعيطش. فتخيلي حضرتك حاجة كانت هتبقى من مبطلات الصلاة ما أبطلتش الصلاة بسبب ضرورة. الضرورة إيه؟ إن كان في بنت صغيرة ممكن تعيط. بالظبط، رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالظبط، بالطفلة دي. ده وصل إن هي غيرت حاجة في أحكام العبادة نفسها، إنه الحركة اللي كانت ممكن لو علشان حاجة غير كده كانت هتبطل الصلاة، لا، لو علشان طفل ما تبطلش الصلاة.